يتقن الحلبيون حرفة قص وتفصيل الأخشاب وزخرفتها وصناعة المقنطرات والأقواس والأشكال الهندسية المتميزة والخط العربي على الخشب والتي تمتاز بالجمال، حيث عادت إلى الانطلاق من جديد عبر بعض الحرفيين المهرة والعديد من الورشات الموزعة في المدينة بعد توقفها خلال السنوات السابقة، إلا أن عودة النشاط التجاري إلى المدينة أدى إلى عودة القلق والنشاط لها. مهنة تراثية طبعاً، مهنة متوارثة أباً عن جد، والحمد لله الفضل لله يعني بعد تحرير حلب يعني الله كرمنا أنه رجعنا وحسننا نحسن نعيدها يعني بنرجع من الأول. هلا هي مهنة عمرها أكثر من 850 سنة، طبعاً نحن دخلنا عليها شوي بالماكينة ما اعتمدنا على اليدوي 100%، بس فيها نسبة اليدوي هو 70% تقريباً. طبعا المواد الاوليه اكثر موجوده عندنا على الاراضي السوريه، البركه يعني نحن بنقول ارض الخيرات وبلاد الشام، فهذا الحمد لله موجود عندنا. بشكل عام هي ابواب للمساجد للزخارف يعني للديكورات. المصلحه هي اللي عم اشتغل فيها الخشب هي مهنه قديمه ونحن هلا عم نجدد عليها كثير، يعني هلا نحن مثل ما شفت انت هون في المحل في كذا شيء، في رسمات كثيره، فنحن دخلنا المقرنصات، دخلنا المعشق الزجاج الملون، وما ذلك دخلنا ماكينات الإلكترونية الكمبيوتر، هلا هي من جديد دخلناها كمان، عطت سرعة بالعمل أكثر وبنفس الوقت عطت إيجابية أكثر. هي بالنسبة لموضوع، ودخلنا موضوع الصدف اللي نحن بحلب ما كان حدا يشتغل فيه أبدا، هلا نحن بلشنا فيه بموضوع الصدف واشتغلنا فيها والحمد لله رب العالمين. في إلى رواج كتير من بعد ما تحرير حلب خلال هالسنتين هدول، صار في عليها طلب، صار في عليها طلب بالبيوت في المنازل في المساجد في الكنائس في كتير محلات، قبل كان طلبة هلا رجعت. تحمل هذه الحرفة العديد من الأسرار إضافة لما أضافه الحرفيون عليها مما زادها جمالا، ويتم استخدام هذه المنتجات الخشبية المتميزة في المساجد والكنائس والديكورات، ما يضيف جمالا للمكان.